جوهرة اف ام. دار برجع على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر مسان هاي فايف بدو وحتى على تندر مختارة ليليا الخبير رقم واحد في التحليل يفسر لنا كيفاش اختاروا يعني البطولة الوطنية التونسية الأولى عربيا وإفريقيا. كيفاش خسروا الثريات وخسروا في نفس الوقت القصيبة لأول مرة نرى قرار يعني ياخذوا هيك اللي خسروا فرق. ثم كنا نتصورهم كنا ثم ملاعبين باش تكون عقوبتهم أشد. ثم حتى شكون حكي ربما ثم لاعبين يكون باش يقع حكم عليهم افي كود ديسيبلينا الارتيكل 44 تابلو جي اللي يقول انه كل فريق يجتاح جمهور الملعب ويقع اعتداء على لاعبي الفريق المنافس يقع هزم الفريق. حديث كل كان على الرابطه وعلى صلاحياتها وعلى مدى تنظيمها وحسن يعني تنظيم المقابلات لانه كل شيء ولا يعني يترمى في احضان الرابطه والاتهامات كل موجهه للرابطه. ونبداو بالطبيعه باللي قال خير اللي هو كلاسيكو كبير وشفنا فيه بالطبيعه بعض النقاط السلبيه. صحيح الرابطه قانونيا هي تحمل مسؤوليه لكن ساعات الامور تخرج على نطاق الرابطه وتخرج على يدين الرابطه. الرابطه شو باش تعمل؟ تنظم وتعين مراقبين وتعين الناس كل، لكن فما على مستوى الملاعب فما هيئه تنظيم، فما هيئه نتاع جمعيه اللي هي باش تستقبل وعندها الناس المشرفه على التنظيم، وفما كيما قلت انا السلطه الامنيه والسلطه وهذا الكل الناس كل مع بعضها باش تحاول تنجح لقاء. دخول المقابله واثناء المقابله والخروج منها مسؤوليه الامن. لو احنا كيف ناخذوا معناتها فرد من الجمهور كيف ينزل الميدان، الجمعيه شنو دخل؟ هذا عندنا معناتها امن موجود على كامل المدارج. معناتها نتسائل كيفاش اني معناتها يوصل معناتها واحد من المحب ينزل الميدان ويدخل الوسط الملعب وبعد يتحمل المسؤوليه. وبعد يتحمل المسؤوليه هذه معناتها من القوانين اللي تطرح نقطه استفهام شنو هو دخل الجمعيه بها وشنو هي مصلحه النجم هذا الساحلي في مقابله كما مقابله الكلاسيكو باش المقابله توقف. لانه يعني كانت تقبل الجامعه تنظم والرابطه تنظم منذ 10 سنين تبدل القانون ورت الجمعيات مسؤوله التنظيم تاعها. وذلك علاش كل جمعيه عندها لجنه تنظيم هي المكلفه بطبع التذاكر اليوم ترجع للامن باش تطبعهم عند الامن على خاطر فما طاقه استيعاب محدده ما عادش كيما قبل. تنسق وتعمل اجتماع امني وتنسق الاجتماع الامني باللي تحديد طاقه الاستيعاب ولتحديد شكون اللي يدخل وشكون ما يدخلش ومن بلاصه ومش من بلاصه. ولكن لجنه التنظيم نتاع النادي هي اللي تشرف على التنظيم داخل الملعب وفي وسط الملعب وحد البيبان نتاع الدخول. البرا في الكياس فما الامن. الامن ما ينجمش يتدخل في تنظيم مقابله رياضيه في وسط الملعب. احنا نطلبوا من الحكام ومن زوز فرق يجيو قبل ساعه ونص، وعلاش نطلبوا من مراقب المباراه ساعتين؟ على خاطر هو يستقبل زوز فرق ويستقبل طاقم الحكام. كل الامور الاداريه اللي تصير قبل المباراه راهو المسؤول عليها هو مراقب المباراه، ماهوش ديليغي دو ماتش. ما هو حتى حد داخل، ماهوش الامن، هو مراقب المباراه، حتى الى ضربه البدايه. ضربناه ضربه البدايه. مراقب المباراة يولي عنده دور ثاني اللي هو مراقبة الحكام، ثم حكم المباراة يولي المسؤول الأول والأخير على إدارة المباراة. مو عندنا سكون أبيل الماخذة بالخاطر. معنا باش يجي تو رضا سي رضا شرف الدين ولا سي حمدي المدب في الجو هذا كله في الإطار العام يجي تقول له أخرج لبرا ولا أطلع لفوق. يحب نصور أنا سي ديليغي جنرال سي بولبابا يحب يطبق قانون، لكن في وقتها ممكن حب هو يخفض من الضغط باش ما تصيرش تونسيون وباش ما تصيرش مشاكل وباش يبدا اللقاء في ظروف عادي. اما مش كيسيون اللي احنا ما نحبوش نطبقوا القانون ولا لا، القانون يطبق وقت لازم يطبق يطبق، لكن ممكن الظرف اللي هو ما ساعدش باش مش نطبقوش القانون، ما يمش نغمضوا عين ونخليوا عين محلوله وكا.